أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب صادقين. صدق الله العظيم.